بسم الله الرحمن الرحيم. عايزاكم تباركولي، جبت مقص جديد عشان المقص بتاعي التاني اتكسر، فده ايه واحد جديد هنستفتح بيه الاكله الجديده دي النهارده. انا طلعت من الفريزر وما اعرفش ايه اللي فيه، هنطلع ونشوف هنطبخ ايه النهارده. واضح ايه اللي موجود. ايه رأيكم بقى في اكل النهاردة؟ يلا نعمل سلطة، بس هنعملها المرة دي بشكل جديد، مش بنفس الشكل اللي عملناه قبل كده. يلا نعمل سلطة الرنجة ونشوف الدنيا ايه. نحط الرنجة، صينية، ندخلها الفرن عادي ونبدأ نشتغل. هنبدأ نجهز السلطة بتاعتنا على ما الرنجة تتشوي حلو عشان نبدأ نفصصها. خليكم معايا. هنا هنخرط البصل في الكبة احسن عشان يبقى ايه يديني الحجم الحلو اللي انا عايزاه، لا تبقى كبيرة قوي ولا صغيرة ولا مبشورة. وصمم ازاي عشان يتاكل ما يبقاش خشن او مكلكع في قلب الرنجة. البصل نزل زي بشر الجوز الهند ازاي، ده المقصود. حط الملح بتاع السلطه العادي خالص، احنا بنعمل سلطه عاديه يا جماعه ملهاش علاقه بالرنجه دلوقتي. نقطه بابريكا ونقطه ليمون نكتر شويه. ليه حاجة بتقع مني النهارده مش عارفه فيه ايه. فلفل اسود، خل، زيت، ليمون، عشان الرنجة والفسيخ والسردين والحاجات دي بتحتاج الليمون كتير. هنبدأ نقلبها على بعضيها. شايفين يا حبايبي البصل مش باين خالص في السلطة، يعني ايه لا يذكر، مجرد طعم البصل وفتافيت صغططة منه، مش حاجات ايه تقرقش وتبقى كلكوعة كبيرة. انما الخيار والطماطم عشان سهل هو ده اللي ايه مكبرينه شويه. تعال نكمل السلطه ونشوف الرنجه هنعمل فيها ايه. ادي الرنجه بعد ما شويناها، طبعا مش قادره احط الصينيه على الترابيزه عشان خاطر انها بلاستيك بتسيخ. الرنجه بتاعتنا شيل الراس الديل تعالوا معايا اوريكم البطاطسيتين اللي اتسلقوا مع الرنجه اللي نضفناها هنعمل فيهم ايه؟ هنعمل سلطه الرنجه المختلفه النهارده ازاي؟ خليكم معايا. انا البطاطس نص سلقه هنحطها في الكبه كده. هنحط الرنجه اللي فصصناها برضو مع البطاطس في الكبه كده.
نفرم فرمه بسيطه ما نعملهاش قوي. حبايبي الرنجه بقت عامله ازاي؟ مش عايزاها ناعمه ميه ولا في نفس الوقت ايه هتا. هنبدأ ننزلها على السلطه بتاعتنا اللي احنا عملناها في الاول، سلطه الخضار. سبتها السلطه مع التونه مع البطاطس المسلوقه، خلت الرنجه عندي زادت وفي نفس الوقت ضيعت الحدوقيه اللي هي في الرنجايه، وكترت معايا الثلاث رنجات عملوا ما شاء الله سته الضعف. تمام، حطينا الطحينه اهي، يعني عملت نظريه اقتصاديه حلوه قوي. كيلو رنجه بقى 2 كيلو رنجه، في بطاطسيتين بس مع سلطه الخضار، والله هي من اكتر من 2 كيلو كمان. واكله تحفه تحفه تحفه، والله جربوها هتعجبكم جدا. مع الطحينه بقى شوفوا بقى طعمها بقى عامل ازاي. شوفوا معايا العيش الطازه بقى السخن كده، ونديها. احنا مش محتاجين بصل بره ولا اي حاجه، لان احنا اساسا بنخرط عليها بصل ياما يعني. يلا حبايبي بالهنا والشفا، احلى رنجه والله جربوها النهارده هتعجبكم جدا. يلا بالهنا والشفا.